Assalamu alaikum, brothers and sisters. Today we are reading Surah 18, the Surah Ad-Dhuha. So let's begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وهذا بلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل السافلين. ثم رددناه أسفل السافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وهذا بلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والضحى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك
يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث That is it for today. Hope you learned Surah Teen to Surah Dhuha.